وأخيرا سيزال سور سامراء بعد عناء استمر 18 عاما لإنشاء سور جديد. 34 كيلومترا طول الساتر الجديد الذي وقعت إدارة المحافظة إحالته إلى الشركة المنفذة بتكلفة تجاوزت 11 مليار دينار. هذه التوسعة ستوفر 6600 دونم، ستشمل أراض جديدة ستوزع على مستحقيها فضلا عن فتح آفاق الاستثمار. توقيع العقد بين محافظة صلاح الدين والشركة المحال بوحدتها رفع ونقل الساتر الكونكريتي المحيط بمدينة سامراء، الساتر الأمني وبطول 34 كيلومتر محيط بمدينة سامراء من كل الاتجاهات ما عدا الجهة المائية جهة النهر. هذا المشروع من شأنه أنه يفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوزيع القطع على الأراضي المستحقيها. أهالي المدينة استبشروا خيرا بخبر توقيع إزاحة السور الذي استقطع أكثر من 3000 قطعة سكنية خارجه، وبإزاحته سيتم توزيع أراض جديدة ستنشط حركة السوق التجارية بالتأكيد. وإحنا نشكر كل من ساهم بهذا الموضوع. طبعا هاي راح تحل أزمة سكن كبيرة جدا، راح يتم توزيع أراضي، ونشكر مرة ثانية نشكر كل من ساهم، وسوق العقار 100% راح ينزل لأنه توفر أراضي سكنية وراح فرص عمل هواية راح تصير بالمدينة. لطالما كان هذا السور عائقا أمام توسعة المدينة عمرانيا وتطورها، وأحد أسباب أزمة السكن فيها، وإزاحته تمثل نقلة نوعية أمام الأهالي. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة.